ال ار جي تي المستوى الثالث الاربيجيوز. انت عزفت يا بتاع البيانو وقعت دماغنا. اهلا بيكم، النهارده هناخد المستوى الثالث، هنكمل فيه للار جي تي. عندنا اتنين اربيجيوز بس، الميجر والماينر، الكورد الميجر والكورد الماينر. فاكر الكورد الباري اللي احنا كنا صعب علينا لما بدأنا الحلقات احنا بتاعتنا احنا مش الار جي دي، وقلنا الكورد الباري الميجر اول وضع ليه ان انا بمسك صباعي كده على الوتر السادس، وفي المطرح ما انا واقف هيبقى اسم الكورد دوت، وبلعب الكورد الباري ده، يعني صباعي اللي هو ماسك كل الاوتار ده الوتر السادس النغم اللي هو مشاور عليها هتبقى هي اسم الكورد بتاعي. فلو انا واقف على الله تبقى الله، على الصول هتبقى صول، على الفا هتبقى فا. فالصباع ده اللي بيحدد الكورد، هو بالظبط نفس النغمه اللي انا هعزفها في الاربيجيو. لو انا هعمل الاربيجيو بتاع لا ماجير او لا ميجر او الاي ميجر، ببدا بالصباع الثاني على الوتر السادس على نغمه الله، وبعدين واحد على الخامس، هي تلعب قبلها على طول بسنة، وبعدين امد صباعي التالت لغاية ما يوصل لنغمة المي هنا وتحتها صول لا دو دييز مي لا. تاني اتنين واحد، والصباع التالت على النغمة المي، والرابع تحتيه على طول اللي هو الله. ادي اوكتاف. انصحك طبعا تتمرن اوكتاف اوكتاف الاول، وبعد كده نبدأ نلضم الاتنين في بعض. طيب عملنا اول اوكتاف، ادي اول اوكتاف اهو، وبعدين هتلاقي الصباع التاني عايز ينزل على طول على الوتر التالت في النص بين الصباعين، بين النغمة الله وبين النغمة السي، هيبقى على سلم على نغمة الدو دييز. الصباع نمرة واحد هو اوريدي عامل باريز غنطوط قوي على الوتر الاول والتاني، واحد واحد، بس حاول تدور صباعك عشان ما يرنوش الاتنين مع بعض، مش الاتنين يبقوا كده هيسيحوا على بعض كده بصوتهم وحش. حاول تدور صباعك على النغمة فهيبقى عامل كده. وابتدي اتمرن على اعمله من اماكن مختلفة. وابتدي اعمل على قد ما اقدر، اعمله الاول بطيء خالص لغايه ما تتقن الاربيجيو ده. ليه علاقه بالاربيجيو اللي بعده اللي هو الماينر، بس مش هبداه بالصباع اتنين، هبداه بالصباع واحد وبعدين اربعه. الدو هنا دو طبيعيه مش دو دييز زي ده ماجير مينير، شوف الفرق بينهم، التالتة من واحدة مرفوعة لتالتة نازلة نص تون، فيبقى واحد أربعة، والصباع التالت كالعادة زي التاني بالظبط، والرابع بيعمل الأكتاف، هبدأها كده. وبعدين هكمل الأكتاف اللي بعده، ده أسهل حاجة فيهم خالص لأن الصباع الأول بيغطي ثلاث نغمات اللي هو دو تحتها مي وتحتها لا، يبقى واحد أربعة تلاتة تحتيها أربعة، وبعدين الوحايد جاهزين على التلات أوتار الأولانيين، يبقى كده. طبعا هعمل الاربيجيو دوت طالع نازل على ما ستارت الجيتار كتير لغايه ما ايدي تاخد عليه ببطء،
اتمرن ببطء، اوعى تسرع في هذه المرحلة. هو انت اساسا ما حدش بيتمرن عشان يتمرن سريع، انت بتتمرن بطيء، وهو التمرين نفسه بتلاقي ايدك هي اللي عايزة تسرع بعد كده. ايدك انت ما تستعجلش، هي هتقودك لانك انت تعمل التمارين بسرعة. السرعة مش هدف على فكرة، السرعة مش هدف، دقة النغمة وجمالها هو الهدف مش السرعة بتاعتها. السرعة هتيجي مع نفسها، ما حدش بيعمل مجهود عشان السرعة يعني. فدول الاربيجيوز، الاثنين الاربيجيوز المقررين علينا في المستوى الثالث في الار جي تي، وهنكمل المستويات بعد كده ان شاء الله. هناخد اربيجيوز تانية وهتضيف لنا للحصيلة بتاعتنا ان شاء الله، واشوفكم الحلقة الجاية.